السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا بيكم. النهاردة معدنا مع عمل القلب الجراني ده. أنا استخدمت هنا خيط إليس ديفا، الباترون واحد. هنا نفس الباترون بس ده خيط إليس كوتون جولد وده خيط إليس ديفا. طبعا الديفا أرفع من كوتون جولد، نفس الباترون نفس عدد الغرز، بس شوف الفرق. سمك الخيط بيعمل ايه، وطبعا مقاس الابرة طبعا مختلف، اكبر في كوتون جولد. القلب ده ممكن تستخدميه انك تعمليه بالحجم الصغير ده ككوستر مثلا، او تزيني بيه اي حاجة عندك، اي مشروع ممكن تعمليه بالحجم ده وتخيطيه على خددية مثلا، او تقدميه مع هديتك بيبقى شكله ظريف وجميل مع الهدية. انا هنا زودت، حاولت ازود عدد السطور علشان اعمل منه مفرش صغير. الباترون هو كده، يعني الباترون عدد الغرز ده، لكن انا زودت هنا من عندي عدد السطور اللي فيها تزايد، وبعدين اشتغلت التناقص زي الباترون ما بيقولي. انا هنزل لكم الباترون ان شاء الله في اول كومنت لما نزل الفيديو باذن الله في جروب الكروشيه عيش باذن الله، اللي حابه تشتغل على الباترون. نقول انا بسجل طبعا المقدمه دي بعد ما خلصت طريقه الشغل او سجلت طريقه الشغل، فلو في اي معلومه مكرره سامحوني. وتعالوا نشوف طريقه عمل القلب الجيراني ده ازاي. انا هنا هنفذ الاول الكوستر ده زي ما الباترون بيقول. هوري لكم الباترون. هو الباترون لكوستر زي ما احنا شايفين اهو. وانا هنا كبرته علشان يكون مفرش صغير. هقول لكم برضو طريقة ان انا كبرته ازاي. هنا طبعا انا عملته بخيط إليس ديفا. ما ينفعش ان انا اعمل كوستر بخيط اكريليك زي ده، لو انا هستخدمه لاكواب تحت اكواب فيها حاجات سخنة، لان الاكريليك بيتأثر بالسخونية او بالحرارة العالية. فلو هتعمليه كوستر لازم يكون خيط قطن، او ممكن تستخدمي كوستر للكاسات العصير، ممكن تستخدمي الاكريليك عادي او المكرمية براحتك. انا هنا هستخدم خيط إليس كوتون بول. عاوزة اجرب الكوستر بمقاس الخيط، طبعا الخيط ده اسمك من خيط إليس ديفا، فهيديني اكيد حجم اكبر. عايزة انا اشوف شكله هيبقى ايه. نقول بسم الله. هعمل عقدة بداية عادية زي ما تعودنا. انا هنا نسيت اقول ان انا هستخدم مع خيط إليس ديفا كوتون جولد، إليس كوتون جولد، مقاس ابرة مقاس 3.5. هعمل 4 سلسلة، 3 4. هلف الخيط على الإبرة وهدخل في أول سلسلة، هعمل 3 عواميد بالشكل ده، 1 2. ثلاثة والثلاث سلاسل الاولانيين دول بنعتبرهم عمود. هعمل 3 سلسلة والف الشغل بتاعي بالشكل ده، وهنزل في اول سلسلة او اول غرزة
اول غرزة هعمل 3 عواميد، 2 3، هعمل سلسلة، بعدين اجي في اخر في ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع هعمل 3، هعمل 4 عمود، 2 3 4 بالشكل ده. هرتفع ب3 سلسلة والف الشغل، هنزل في اول غرزة هعمل 3 عمود. احنا بنعتبر الثلاثة سلاسل الارتفاع دول عمود، التاني التالت. هعمل سلسلة وانزل في الفراغ اللي بين غرزتين الجيراني دول، الجيراني هعمل 3 عمود، التاني التالت. سلسلة وهنزل في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع هعمل 4 عمود. التاني التالت الرابع، هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، ألف الشغل، هعمل في أول غرزة 3 عمود، غرزة سلسلة هنزل في الفراغ ده هعمل 3 عمود، غرزة سلسلة وهنزل في الفراغ ده هعمل 3 عمود. غرزة سلسلة وهاجي في تالت سلسلة ارتفاع هعمل 4 عمود. تلاتة أربعة بالشكل ده. ده السطر الأول، التاني التالت الرابع. أنا مفروض هكمل بالشكل ده لحد السطر الثامن، يعني هعمل 3، ارتفع 3 سلسلة واعمل في اول غرزة 3 عمود، غرزة سلسلة واجي في الفراغ ده اعمل 3 عمود، التاني التالت، غرزة سلسلة وفي الفراغ أعمل 3 عمود، غرزة سلسلة في الفراغ أعمل 3 عمود، وفي تالت سلسلة ارتفاع هعمل 4 عمود. اتنين تلاتة أربعة كده. أنا بعمل تزايد كل سطر، ببتدي
ثلاثة سلاسل ارتفاع بعتبرهم عمود، وبكمل بثلاث عواميد، وبعدين أعمل سلسلة، وفي الفراغات بعمل ثلاثة عمود سلسلة، ثلاثة عمود سلسلة، ثلاثة عمود سلسلة، وأنهي السطر بتاعي بأربع عواميد في ثالث سلسلة ارتفاع. هكمل كده. الباترون بيقول لي إن أنا هعمل تزايد لحد السطر الثامن، لحد السطر الثامن. هكمله بنفس الطريقة وارجع لكم نشوف هنعمل ازاي التناقص ونجيب شكل القلب ازاي. خلصت السطر الثامن اهو بالشكل ده. هبتدي اعمل بقى تناقص عشان يديني شكل القلب. هرتفع ثلاثة سلسلة وادور الشغل. مش هنزل هنا زي ما تعودنا، لا، هنزل في اول فراغ واعمل اربعة عمود، واحد اتنين تلاتة اربعة بالشكل ده. احنا هنلاحظ ان حرف القلب اربعة عمود، ووسط القلب ثلاثة عمود، الحرف التاني اربعة عمود. عملنا ده أربعة عمود لأن ده يعتبر حرف القلب، الحافة يعني. وبعدين هعمل هنا في أول فراغ يقابلني ثلاثة عمود، هعمل سلسلة، والفراغ ده هعمل فيه أربعة عمود. ليه هعمل فيه أربعة عمود؟ لأن ده يعتبر حرف أو حافة القلب، اللي هو شكل القلب بقى من فوق اللي هو بيبقى كده. هعمل تلاتة سلسلة وانزل في الفراغ ده بغرزة حشو، واعمل تلاتة سلسلة، وفي اول فراغ يقابلني هعمل اربعة عمود، واحد اتنين تلاتة أربعة سلسلة، والفراغ اللي بعده ثلاثة عمود. سلسلة، الفراغ اللي بعده هعمل أربعة عمود لأن ده يعتبر وصلت لآخر السطر أو الحفر. ثلاثة أربعة، وهعمل في تالت غرزة ارتفاع، تالت سلسلة ارتفاع عمود بالشكل ده. ده السطر التاسع. السطر العاشر هنرتفع تلاتة سلسلة، وهعمل في أول فراغ يقابلني أربعة عمود، اتنين تلاتة أربعة سلسلة، وهنا هعمل أربعة عمود برضو. تلاتة أربعة، هعمل خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. هنزل فوق غرزة الحشو ديت وهعمل غرزة حشو، خمسة سلسلة، تلاتة أربعة خمسة، وأجي في الفراغ ده أعمل أربعة عمود. واحد اتنين تلاتة أربعة،
هعمل غرزة سلسلة وفي الفراغ اللي بعده 4 عمود، ثلاثة، أربعة، وفي ثالث سلسلة ارتفاع هعمل عمود بالشكل ده. السطر 11 هرتفع 3 سلسلة، والفراغ ده هعمل فيه 4 عمود، 2 3 4، هعمل 3 سلسلة وهنزل هنا بعد ال3 عمود او في 3 عمود، خليها بعد 3 عمود، نعمل غرزة حشو. هعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهنزل فوق غرزة الحشو اعمل غرزة حشو، 5 سلسلة، 2 3 4 5، وهنا في الفراغ قبل العمود هعمل غرزة حشو، 3 سلسلة، وفي الفراغ ده 4 عمود. اتنين، تلاتة، أربعة، أعمل في 3 سلسلة عمود بالشكل ده. فك شوية خيط كده. أنا خلصت السطر 11 وخلصت الجيراني. أنا هعمل دلوقتي الحفة اللي هتزين القلب بالشكل ده، هوريلك بتتعمل ازاي. هرتفع سلسلة وهعمل هنا في العمود كده، في الغرزة يعني، هعمل غرزة حشو، 3 سلسلة هعمل بيكو، انزل تحت اللفة دي وتحت اللفة دي واسحب الخيط واعمل غرزة منزلقة، 3 سلسلة، وهنزل هنا اعمل غرزة حشو وفوقيها غرزة بيكو، 3 سلسلة، وانزل تحت اللفة دي واللفة دي واسحب الخيط بمنزلقة بالشكل ده، 3 غرزة حشو، وهنزل هنا غرزة حشو وفوقيها غرزة بيكو، 3 غرزة حشو، وانزل هنا 3، قصدي سلسلة، واعمل غرزة حشو وفوقيها غرزة بيكو. يعني انا بعمل 3 سلسلة، ثواني، 3 سلسلة، بلف حوالين الشغل 3 سلسلة، وانزل هنا بغرزة حشو في كل سطر، في كل اخر سطر هعمل غرزة حشو وفوقيها غرزة بيكو، وبعدين 3 سلسلة وانزل هنا بغرزة حشو وفوقيها غرزة بيكو، 3 سلسلة، وهنا هعمل غرزة حشو وفوقيها غرزة بيكو. هنا هنوصل للآخر، هنعمل هنا في عقدة البداية هنعمل غرزة حشو وفوقيها غرزة بيكو، بعدين ألف الشغل مع كل سطر، بداية سطر من هنا غرزة حشو وفوقيها غرزة بيكو، 3 سلسلة، غرزة حشو، غرزة بيكو،
والف حوالين الشغل كله، هخلصه ونشوف الشكل النهائي بتاعه. وصلت لفيت بغرزة الحشو والسلسلة وغرزة البيك وحوالين الشغل، وصلت للسلاسل اللي في النص وأشوفني هننهيها ازاي، نعمل الحفة دي ازاي. هعمل 3 سلسلة وأجري الفراغ اللي فيه 5 سلسلة، ده هعمل غرزة حشو فيها غرزة بيكو هعمل 3 سلسلة، وأجي فوق غرزة الحشو دي هعمل غرزة حشو بس اللي هي منتصف القلب من 3 سلسلة، وفي الفراغ ب5 سلسلة هعمل غرزة حشو فوقيها غرزة بيكو بالشكل ده. ثلاثة سلسلة وأجي فوق غرزة الحشو دي أعمل غرزة حشو وغرزة بيكو أسحب الخيط غرزة منزلقة، 3 غرزة سلسلة وأجي هنا أعمل غرزة حشو فوقيها غرزة بيكو، انزل من تحت اللفة دي واللفة دي اسحب الخيط واعمل منزلق، 3 سلسلة وهقفل هنا ومنزلقة، قص الخيط وبكده أكون خلصت القلب بالشكل ده. طبعا هدخل دي هدخلها تحت الشغل بإبرة التنظيف، وكده يبقى القلب الجيراني خلص. هنا نشوف طريقة الطريقة اللي أنا زودت بيها الباترون أو عدد السطور علشان اوصل للمفرش ده. هنا في الباترون في تزايد، انا مشيت التزايد زي ما الباترون بيقول لي، زودت في كل سطر من اوله واخره زي ما عملنا، وجيت في ال في السطور اللي فيها تناقص عملت زي ما الباترون بيقولي، بس جيت كررت السطر 11 مرة كمان، مرة زيادة وبس كده، وعملت الحفة وطلع الشكل ده. ياريت تقولولي المفرش الصغير ده شكله حلو ولا لأ. ودي التلات مقاسات قدامكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب يكون مفيد ليكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسونيش من اللايك لو الفيديو عجبك. ونتقابل على خير ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.